طيب خليني اروح للناقد الرياضي، ويمكن طبعا الناقد الرياضي احمد وجيه، وهو موجود في بورسعيد وما يحدث في النادي المصري في الفتره اللي فاتت، والمدير الفني هل كابتن طارق سليمان هيكمل؟ هل فعلا كابتن حسام حسن هو مطلب جماهيري وبالتالي هيكون هو الاقرب والاقوى المرشحين بالنسبه للنادي المصري؟ احمد وجيه هيجاوبني. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن محمد؟ اخبارك برحب ايه؟ بيك الله وبرحب يخليك. بكل مشاهدي البريمو. يعني الله كابتن محمد، يعني عايز اقول لحضرتك الموضوع من البدايه، ان يعني كابتن حسام حسن طبعا اكيد ليه شعبيه جارفه في بورسعيد، يعني منذ بدايه الموسم او لما كان متولي المسؤوليه من الموسم اللي فات، وطبعا وكان عمل شغل جامد جدا. يعني طبعا كان ليه فضل كبير ان النادي المصري يبقى في الدوري. كانت الجماهير طبعا كان في غضب من اداره النادي المصري ان هم وجهوا لحسام حسن الشكر وكانوا عايزينه يكمل. لما جه كابتن ايهاب جلال طبعا كان في برضه غضب جماهيري، يعني كان في طبعا مشاكل قبل كده. فطبعا يعني في حوالي بقالنا 3 ايام على السوشيال ميديا في النادي المصري، 4 ايام الناس كلها بتطالب بوجود حسام حسن على راس القياده الفنيه للنادي المصري. وبالفعل يعني في جلسه يعني دلوقتي بين الاستاذ حسين ابو عمر نائب رئيس النادي المصري، والاستاذ ياسر يحيى عضو مجلس اداره، والكابتن ابراهيم حسن والكابتن وليد بدر. وخلاص يعني عايز اقول لك كابتن محمد، يمكن ده انفراد للبرنامج، ان خلاص كابتن حسام حسن يعني ومدير فني للنادي المصري بعد اتفاق الاطراف كلها يعني على كافه الشروط. يمكن الكابتن حسام حسن في قطر، ولكن الكابتن ابراهيم متواصل معاه. عايز اخدك برضو النقطة مهمه جدا يا كابتن محمد، اتفضل. عشان ما تعملش فتنه بين جمهور المصري والاسماعيلي، لان طبعا ماسك اخبار المصري والاسماعيلي وملم تمام. بالموضوع. الكابتن ابراهيم حسن يمكن يعني كابتن حسام حسن اسف كلموه في قطر، هو بيحلل في احدى القنوات هناك، يعني يمكن هو ما ردش على رئيس النادي الاسماعيلي المهندس يحيى كومي، فكابتن محمد شيحه كلمه من تليفونه. فطبعا يعني هو عارف اللي كان فيه خلافات بين الكابتن محمد شيحه والمهندس يحيى كومي، فرد عليه فقال له لا، ده في حد كده حبيبك زعلان منك اللي انت ايه ما ما ردتش رديتش عليه، عليه. ودخله في مكالمه ثلاثيه. والمهم يعني المهندس يحيى كومي قال له احنا عايزينك معانا، فقال له طب الكابتن ابراهيم عند حضرتك يا باشمهندس في مصر. والمهم تواصلوا مع بعض، كان اول جلسه من حوالي 3 ايام الكابتن ابراهيم اعتذر فيها. كان في كمان امبارح كان في عزاء يعني من ناحيه زوجه الكابتن ابراهيم حسن، مسؤولي الاسماعيلي راحوا وقدموا واجب العزاء ورايحين بالعقود هناك. كابتن ابراهيم حسن رفض اللي هو يمضي عقود، قال له لا ما ينفعش امضي من غير وجود حسام. يعني من الاخر يا كابتن محمد، ما كانش عندهم النيه ان هم يمسكوا النادي الاسماعيلي في الفتره دي. النادي الاسماعيلي هم شايفينه اللي فيه ازمات ماديه، والنادي الاسماعيلي يعني يمكن اداره النادي الاسماعيلي بتنوي ان هي بيع 3 نجوم من الفريق، وهو عبد الرحمن مجدي واحمد مدبولي وباهر المحمدي، وكل ده وصل للكابتن حسام. الكابتن حسام من النوع اللي هو بيتحرج لما المهندس يحيى يكون يكلمه، فما قدرش اللي هو يقول له لا، خاصة اللي في ناس يعني اتدخلوا في القصة في قطر، وطبعا الكابتن محمد شيحة كان وسيط في الموضوع. ولكن هو الكابتن حسام ارجع الموضوع للكابتن ابراهيم حسن اللي هو رفض اول جلسة اعتذر عنها. تاني جلسة طبعا اللي هي كانت تعتبر في العزاء، وهم رايحين معاهم العود ومعاهم طبعا كل مش حاجة. هيمضوا، مش هيمضوا عقد الا لما يبقى كابتن حسام موجود. يعني اه مش عملية بالظبط. رفض، هي عملية بس تواجد كابتن حسام. لا هم كابتن محمد، انا بقول لك كلام من الكواليس وكلام على مسؤوليه الشخصيه، ان كابتن ابراهيم حسن يعني رافضين ياخدوا، خاصه هم مش ولاد النادي الاسماعيلي، ان هم هيشيلوا الليله ليله مش شيلتهم. شايفين اللي فيه مستحقات قديمه للعيبه، شايفين اللي فيه ازمات ماديه، شايفين اللي فيه مشاكل، فهم كانوا رافضين المشكله دي. وخلي بالك كابتن محمد ان هم بيرحبوا بعرض النادي المصري في اي وقت، لان هم جالهم نهضه بركان المغربي، وجالهم المريخ الصناعي على ما اعتقد، او الهلال السوداني، جالهم عده عروض الفتره اللي فاتت وهم رفضوها. كابتن حسام وكابتن ابراهيم رفضوا مع النادي المصري، عشان في يعني في لا، كلام هو النادي بيقول المصري هو يعني بدايه تدريب لكابتن حسام وابراهيم، فبالتالي هم طبعا جماهيريين كمان، يعني برضو بالظبط يا الجماهير كابتن محمد، بتحبهم وفي يعني. كيمياء كبيره جدا صح. بين التوأم وجمهور النادي المصري. يمكن على السوشيال ميديا في افراح دلوقتي، على السوشيال ميديا يعني يا دوب الاخبار طيب اتسربت عن طريقنا كصحفيين. عايز اقول لك برضو تشكيل الجهاز الفني وده لسه انفراد كنت اسالك عليه، هل كابتن طارق سليمان هيكمل مع كابتن حسام؟ هو دائما كابتن طارق سليمان متواجد في الجهاز الفني مع كابتن حسام حسن في اي حته،
هل هيكمل مع كابتن حسام المره دي؟ لا كابتن محمد، هو طبعا الجهاز الفني هيكون مكون من كابتن طارق الصاوي كابتن نجم طارق الصاوي المصري والاسماعيلي السابق طبعا كمدرب عام، كابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى، سعفان كابتن وليد بدر طبعا كمدير اداري، وطبعا الكابتن ابراهيم حسن مدير كوره، وفي اتجاه لوجود محمود عبد الحكيم كمدرب مساعد في الجهاز. ولكن هو كابتن محمود موجود اوريدي يعني مع كابتن طارق في الوقت الحالي. ما هو بس في الجهاز يعتبر اللي خلاص يعني ممكن هيوجه له الشكر بشكل كامل، لكن هو ممكن محمود عبد الحكيم اللي يكون موجود في الجهاز كمدرب مساعد، لكن الكابتن ابراهيم حسن والكابتن حسام حسن شكلوا الجهاز ده من 3 شهور يا كابتن محمد، يعني الجهاز ده مش وليد اللحظه، اوكي الجهاز ده متفقين مع بعض كده من 3 شهور ان هم جهاز فني هيشتغلوا مع بعض في اي مكان. في اي مكان طيب بالظبط يا كابتن طيب محمد. السؤال بقى الاهم بالنسبه لي، مستر كامل ابو علي يعني ماله؟ عنده موافقه بان كابتن حسام حسن يبقى موجود بشكل هو طبيعي ما كانش عنده اعتراض من الاول اصلا يا اصلا؟ كابتن محمد، ما كانش عنده اعتراض من الاول، وكان واصل له اللي في بعض اللعيبه مش حابين وجود الكابتن حسام حسن علشان يعني شخصيته قويه شويه مع اللعيبه او وطبعا الكلام ده كله ما طلعش مظبوط والراجل تفهم، انما ما فيش اي مشكله تماما بين استاذ كامل ابو علي، بالعكس ده بينهم يعني كل خير، وانا بقول لحضرتك يعني كلام انا مسؤول عنه ان ما فيش اي مشكله بين استاذ كامل ابو علي، يمكن هم ما بيتقابلوش يعني الفتره الاخيره دي من زمان جدا ما تقابلوش الا يمكن، ولا حتى الفتره اللي فاتت دي تقابلوا مع بعض، ولكن هو بينهم كل خير وما فيش اي مشكله تماما، بدليل ان انا مش معقول يعني استاذ حسين ابو قمر واستاذ ياسر يحيى يروحوا يقعدوا ويتفقوا من على غير كل طبعا حاجه، موافقه رئيس النادي. طبعا هو رئيس صحيح النادي ما فيش اي مشكله تماما يا صحيح كابتن محمد. احمد، انا بشكرك احمد، طبعا احمد وجيه الناقد الرياضي والصحفي طبعا، واكيد وجوده في بورسعيد مخليه عارف كل التفاصيل، وزي ما قال كده ان ساعات وممكن يتم الاعلان عن وجود كابتن حسام حسن مدير فني رسمي لنادي المصري، وبالتالي ده الشكل الخاص بالنسبه للنادي المصري.